أبو محمد من عام 1982 ميلادي. نعم. اعتزال فن كامل. بالمرأة مو ما تبيني أقول لك إني أنا التزمت وأصبحت رجل متدين لدرجة شو اسمه، أنا عالقة في ذهني قصائد، عالقة في ذهني أغاني، عالقة في نفسي ذكريات من كنت صغير، يعني من الصعب أن أتخلص منها. تغني مع نفسك أحيانا تنسى تغني؟ إذا قلت لك أني ما أغني أكون يعني مجانب للصواب. أحيانا إيه تطري علي أغنية أغنيها، أغني أحيانا بيني وبين نفسي، بعدين لا غنيت أتذكر الله سبحانه وتعالى وأقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تنسى كذا من عنا أنسى إيه. أنا قعدت شبابي كله وشباب مؤثر في الإنسان، قعدت أغني لدرجة أن مثل ما يقول نزار قباني، رباه أشياءه الصغرى تعذبني، فكيف أنجو من الأشياء رباه، فكيف أنجو من هالأغاني، مش بكيفي يعني.